ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. بنخبة من الموظفين والموظفات الذين أحيلوا على التقاعد برسم سنة 2018 وذوي حقوق الموظفين الذين غادرون إلى دار البقاء. وخير ما نفتتح به هذا الحفل تلاوة أي آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فضيلة الشيخ المقرئ عبد السلام حمدان، فليتفضل مشكورا. من تأديته ونهج لا بد من مواصلته وترسيخه، فئة ستبقى ذكراها بكل تأكيد تاريخا مخلدا في ذاكرة إدارتنا ومرجعا أساسيا للبذل والعطاء طيلة سنوات يستحيل تعويضها. احتفال تراهن الجمعية على رمزيته كسلوك أخلاقي مشبع بمعاني التآزر والتضامن للنهوض. أقل ما يقال عنها أنها اعتراف تلقائي وتسمينا للجهود المبذولة للمحتفى به طيلة مسارهم الوظيفي والمهني. وقد أثبتوا بالفعل بقدراتهم وفعاليتهم وكفاءاتهم أنهم جديرون بهذا التكريم والتنوير. ومما لا شك فيه أيها السادة الكرام أن الإحالة عن التقاعد لا تعني ترك الفراغ وشغول الكراسي، بل العكس من هذا وذاك، فإن الأثر الإيجابي والسلوك الأخلاقي. لن أتوجه للشكر الخالص لهذا الحضور الكريم الذي يعكس نبل العلاقات المتينة التي كانت وما زالت تربطنا على امتداد مسارنا المهني بالإدارة التي ساهمنا في بنائها سويا، طبعا كل من موقعه في إطار من التشاور والتكامل لإنجاح وتنفيذ المهام الموكلة إلينا على أحسن وجه. إن هذا التوفيق